مرحبا، ان شاء الله تكونوا تمام. كيفكم مع الحجر المنزلي؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اعتقد مو الكل متونس، فعلشان كذا جبت لكم اليوم بعض الافكار عشان كيف ممكن احنا نتخلص من الملل اللي لما بنكون في البيت، لانه ممنوع علينا الطلعه. فكيف راح نتخلص من هذا الملل؟ خلونا نبدا الفيديو. جربوا تعملوا طبخات جديدة. إذا ما كنتوا بتعرفوا تسووا طبخات، ففيكم تتعلموا خلال هذه الفترة كيف إنكم تسووا طبخات حلوة وجديدة وتكون سهلة عليكم. أما إذا أنتم مبدعين في الطبخ، فبكذا فيكم تروحوا تفتحوا النت وتبدعوا أكثر وأكثر بالطبخات. كمان فيكم إذا كنتم من اللي بيحبوا الحلويات، تعرفوا أو تتعلموا كيف منكم تعملوا تورتة خاصة عجينة السكر، تعلموا لها كثير شكلها حلو. شوفوا، احلى شيء في الحياة انه نحن نوثق اللحظات اللي نحن نعيشها، فما بالكم انه نحن الان في ازمة، صح؟ انه جالسين في البيت، علينا حجر منزلي علشان ما نطلع ومرض وكذا. فكيف لو انتم وثقتوا هذه اللحظات بانكم تصوروا فيديوهات؟ مو شرط انكم تنشروها على السوشيال ميديا، فيكم انكم تصوروا فيديوهات وبينكم مع اهلكم يعني، وتوثقوا هذه اللحظات الحلوه. وبعدين لما تيجي تتذكروا، يعني بعد ما يمر فتره، ان شاء الله بتنتهي هذه الفتره، فتيجي تتذكر تقول يا الله هذه الصوره صورناها في اليوم الفلاني لما كنا نحن عندنا كان في حجر منزلي في العالم كله، ونحن جالسين في الحجر، شوفوا ايش كنا نسوي في البيت. فلحظات لا تنسى راح تكون. افتحوا الدولاب، خرجوا كل الملابس اللي فيه. يمكن تكون في عندكم ملابس انتوا لانه كنا بنطلع فمو منتبهين لهذه الملابس. فيكم كمان تاخذوا هذه الملابس واللي مو حابينها تخرجوها على جنب وتتخلصوا منها، واللي بتعجبكم خلوها في الدولاب. فيكم كمان ترتبوا الدولاب وتبخروا ملابسكم. اول ما تفتحوا الدولاب تحسوا بريحه منعشه كثير بالدولاب. فيكم كمان تغيروا ديكور الغرفة اللي انتوا جالسين فيها. مرة تاخذوا الدولاب تحطوه هنا، تلفوا الجهة الثانية اذا كان كبير، فيكم تغيروا في السراير، يعني كذا بدعوا في غرفتكم وخلوها بحيث انه ما تحسوا بملل من الغرفة ومن الجلسة بالغرفة. كمان فيكم تغيروا ديكور البيت كامل، تاخذوا الانتريت بعده هنا، تجيبوا طاولة الطعام تجيبوها هنا، يعني غيروا في ديكور البيت. فيكم تتابعوا مسلسلات كورية، هندية، تركية، عربية، أجنبية، أي مسلسل أنتوا حابينه بأي لغة أنتوا حابينها. فيكم في هذه الفترة أنكم تتثقفوا أكثر وتقروا كتب أكثر وأكثر، أو كمان فيكم تقرأوا روايات. مو بالشرط الكتب والروايات تكون كبيرة ودسمة وكذا، لا، فيكم تختاروا بعض الروايات أو بعض الكتب تكون كذا سهلة، ومو بالشرط تروحوا تشتروها. فيكم انكم وانتم بالبيت عبر الانترنت نزلوا هذه الكتب وتقروها عبر الانترنت. لا تنسوا خلال هذه الفترة نحن محتاجين كثير نتقرب لله، لله سبحانه وتعالى، فما تهملوا قراءة القرآن، ما تهملوا التسبيح، سبحوا كثير وادعوا كثير انه الله يزيح هذه الغمة عننا، وانه ينتهي هذا المرض وما يجي لبلداننا ويبتعد عننا، وفي البلدان اللي انتشر فيها يقدروا انهم يحدوا شوية من انتشاره. هذا الوقت افضل وقت انكم تتعلموا المكياج، فاللي ما بتعرف المكياج هذا الوقت المناسب لك لانك تتعلمي مكياج، تتعلمي كيف تسوي المكياج، تتدربي عليه. وكمان اللي بتعرف المكياج شاطرة فيه، فيك تجربي اشكال جديدة بالمكياج، تبدعي اكثر واكثر فيه. امسحوا الصور والفيديوهات اللي انتم مو حابينها من جوالاتكم، هذا الشيء راح يمر الوقت عليكم مثل الريح، ما راح تحسوا فيه من كثر الصور والفيديوهات اللي انتم مو حابينها وموجودة بالجوال بس ما كنتوا قبل فاضيين انكم تحذفوها. فالان هذا الفرصة وهذا الوقت المناسب لانكم تحذفوا كل هذه الصور والفيديوهات اللي انتم مو حابينها. دلعوا جسمكم ودلعوا انفسكم وجسمكم بانكم تعملوا ماسكات طبيعية لها، يعني علشان ما تنتهي هذه الفترة راح تشوفي كمية التغيير اللي حصل فيك، حتى نفسيا راح تتغيروا. هذه الفترة التعب مضاعف على الامهات، ففيكم انكم تساعدوا امهاتكم بانكم تساعدوهم في تنظيف البيت وتعقيمه، وراح ينبسطوا منكم كثير.
إذا كنتوا بتحبوا الرسم فهذه الفرصة المناسبة إنكم أنتوا تجلسوا ترسموا رسمات كثيرة وتبدعوا فيها. فيكم كمان تعملوا مناكير بأشكال كثير حلوة وتستمتعوا بالأشكال اللي أنتوا راح تسووها. فيكم كمان تتعلموا تسووا تسريحات جديدة لشعركم. فيكم تسووا أي حاجة أنتوا حابينها، يعني هواياتكم، إيش هي هواياتكم فيكم تمارسوها خلال هذه الفترة. حملوا تطبيقات جديدة للجوال واستمتعوا فيها. العبوا ألعاب منزلية مثلا زي الأونو، زي كيرم، زي هذه اللعبات اللي زمان كنا بنلعبها، فعيدوا تجديدها من الآن والعبوها الآن مع أهلكم. طبعا الكل جالس في البيت، ففي الجمعة يا محلى الجمعة في هذه اللعبات، فاستمتعوا كثير في أنكم تلعبوا هذه اللعبات، هذه الألعاب لعبات. فيكم تسووا بعض التحديات مع أهلكم من خلال اللي بتشوفوها في الإنترنت عادي، يعني مو شرط إن إحنا نصورها يبقى نحنا ما نسويها بين أهلنا بدون تصوير. ففيكم تأخذوا فكرة من أي قناة وتشوفوا إيش التحديات اللي يسووها وتطبقوها مع أهلكم. كمان فيكم تعملوا مقالب مع أهلكم وتستمتعوا بالوقت، هما كمان يستمتعوا، تعملوا جو يعني في البيت من أنفسكم. ممكن أنكم تعملوا أجواء السينما، يعني تطفوا الليتات، تعملوا سهرة عائلية وتتابعوا كلكم فيلم وتجهزوا فيه بعض الأشياء، يعني تسووا بعض الأكلات الخفيفة كده سناكس للفيلم وتجلسوا تعملوا جو كذا، راح تحسوا بمتعة وراح يمر عليكم الوقت بدون ما تحسوا بدون ملل. اجلسوا تفكروا وخططوا لمستقبلكم، ايش انتوا راح تسووا يعني بعد مثلا الدراسة اللي كنتوا بتدرسوا، ايش راح تسووا يعني خططكم المستقبلية، ايش انتوا حابين تكونوا اذا لسه ما دخلتوا جامعة، ايش راح تسووا اذا دخلتوا جامعة، ما بعد الجامعة كيف، يعني خططوا لحياتكم، خططوا لمستقبلكم. فيكم تتفقوا مع أصدقائكم أو أهلكم، تتفقوا وتقولوا في نفس اللحظة راح تتابعوا نفس الفيلم وراح تشوفوه مع بعض. فيكم تشغلوا الفيديو كول وفيكم ما تشغلوا كمان، بس تتفقوا في نفس اللحظة شوفوا الفيلم سوا، هذا شيء كثير ممتع. هذه الفترة بما أنه فضاوة ما ورانا شيء بنجلس بناكل كثير، فليش ما تسوي التحديات؟ كيف هو؟ يعني التحدي أنه مثلا اذا كنت حابه وزنك ينقص خلال هذه الفتره قولوا لا ما راح ناكل وراح نسوي لنا مثلا على سبيل المثال نظام الكيتو اعتقد اسمه او رجيم الكيتو، انه اطبق رجيم الكيتو، يعني سووا لكم هذه الاشياء فهذه فرصه لانه ما صرنا نطلع برا، ما صرنا نطلب دليفري، فهذا الوقت انه اكلكم راح يكون كثير صحي لانه انتم اللي راح تسووا. حملوا تطبيقات جديدة لتعديل الصور، تضبيط الصور، هذا راح تحسسكم بمتعة. ولا تنسوا كمان انكم خلال هذه الفترة تاخذوا صور كثير، امشوا وتصور عادي. اذا عندكم حديقة بالبيت او عندكم اشجار، حتى اذا كنتوا في شقة فعندكم اشجار وكذا، فيكم انكم تسقوها وتشوفوها كيف هي بتنمو، تعتنوا فيها اكثر، هذا الشيء كثير ممتع. واذا ما عندكم محابين فيكم كمان تسووها في البيت، اعملوا سيرش على بعض الفيديوهات راح تلاقوها من البذور اللي بتاكلوها، ممكن انكم تنزلوها وتزرعوا شجرة من هذه البذور، فهذه الطريقة كمان ممتعة. فيكم تتعلموا خلال هذه الفترة لغة جديدة انتم حابين انكم تتقنوها. إذا أنتوا عندكم ميول للكتابة، كتابة الخواطر، الأشعار، فيكم كمان هذه الفترة أنكم تكتبوا أكثر. بما أن الدراسة انقطعت ففي هذه الفترة لازم أنكم تذاكروا الدروس اللي أنتوا درستوها، ذاكروها علشان على طول أكيد بعد هذه الفترة ما تمر رح يعملوا لكم اختبارات، وكمان في ناس بيدرسوا أونلاين فالله يعينكم بتدرسوا أونلاين. فيكم تقسموا وقتكم بحيث انكم تستمتعوا بهذا الوقت وكمان بانكم تذاكروا. فيكم تتعلموا العزف على اي آلة موسيقية انتوا حابينها، مارسوا الرياضة، واخر شيء اجلسوا في البيت لانه هذا في الاول والاخير لمصلحتكم انتوا، علشانكم انتوا، فما راح يفيدكم حاجة اذا خرجتوا ولا بعدين رجعتوا ومرضتوا. الان الناس زادت في المصافحة، زادت في السلامات، زادت في الاحضان، السلام لله عرفنا، بس هذا الوقت عصيب، الوقاية خير من العلاج، فانتوا لازم توقوا نفسكم بانكم تتبعوا التعليمات اللي تقولها لكم دولكم وما تطلعوا لبرا، ما قالوا لكم لا تطلعوا، لا انتوا تزيدوا في الطلعة احنا راح نطلع لبرا، لا كذا، هذا مو لسلامتكم. اذا انتم مخايفين على انفسكم عندنا او نحن صغار وعندنا المناعة عالية فخافوا على اهلكم،
هم كمان يستحقوا انكم تخافوا عليهم، ممكن انتوا عن طريقكم تنقلوا المرض لهم، ممكن مناعتكم تتحمل بس مناعتهم ما تتحمل. علشان كده خليك في البيت، الله يخليك. لا تنسوا تشتركوا عندي في القناة وكمان تعملوا لايك للفيديو، بس اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.